اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، نعوذ بك يا الله من هذا العجز، ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفا ولا دفعا ولا وصولا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى المبارك مسرى رسول الله، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم بحفظك ورعايتك، إنك على كل شيء قدير.